إخواني، أكثر ما يغيظ ويبعث على الحنق والغضب أن تسمع أكاديمياً جامعياً أو مثقفاً يتحدث حديث الجهال، أكثر من هذا أن تسمع متخصصاً في الفكر الإسلامي أو ما صار يدعى بالدعاء داعية مشهوراً، هذا لفظ عجيب شوية، الداعية، داعية مشهوراً أيها الإخوة، أو مفكر إسلامياً، بل هناك أحياناً ما يتفق أن يتحدث مدرس التاريخ الإسلامي، أستاذ للتاريخ في الجامعة، ويقول لك: ما الفائدة من طرح هذه الموضوعات؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. شيء غريب، أكثر هذا أكثر ما يغيظني، وأنا أزعم الآن أنه لا توجد أمة متحضرة على وجه الأرض تفكر على هذا النحو. أتحدى الفيلسوف والمفكر الروسي الكبير نيكولا بيردياييف في كتابه The Meaning of History، أو معنى التاريخ، قال: لاحظ، كما لاحظ غيره أيضا من هؤلاء الفلاسفة والمفكرين، أن الأمم في لحظات تدليها وانحطاطها ومكروثيتها وتراجعها يرهف فيها الحس التاريخي، الفكر التاريخي، الحس النقدي للتاريخ. سبحان الله، في لحظات الانحطاط. وضرب مثلاً بسانكت أو بالقديس أوغسطين، قال: هذا الرجل، وهو طبعاً في القرن الخامس الميلادي، استطاع أن يشيد بناء نظرية شاملة ومتكاملة لتفسير التاريخ، ألقت بطابعها وبآثارها على كل من تلاه. معروف، لا في إنسان درس فلسفة التاريخ لا يعرف ما هي نظرية سانت أوغسطين في تفسير التاريخ، نظرية لاهوتية على كل حال، لكنها شبه تامة، وفق مفروضاتها، وفق مفروضاتها ومقبولاتها التي تأسست عليها. لماذا؟ لأن القديس أوغسطين عاصر انهيار العالم القديم وسقوط روما، حدث مروع وكبير، أرهف فيه حس التاريخ وفهم التاريخ والماضي وإعادة تفسيره وفق رؤية، لا وفق رواية فقط، لا، رؤية، فيجن أيها الإخوة. أيضا الثورة الفرنسية، الحروب النابولينية هنا في أوروبا، أرهفت درس التاريخ وحس التاريخ إلى الغاية كما يقال، معروف هذا. كل من درس تطور الفكر التاريخي بعد الثورة الفرنسية والحروب النابولونية أيها الإخوة، تطور جدا درس التاريخ في أوروبا. ابن خلدون في السياق العربي الإسلامي، ابن خلدون، وهذا ذكره في المقدمة بشكل فاقع وناصع. لماذا الرجل أصبح فيلسوفا للتاريخ؟ هو أول فيلسوف تقريبا إذا استثنينا سانت أوغسطين، لكن ابن خلدون أعظم بشهادة توينبي، أعظم بكثير. ابن خلدون أعظم وأكثر واقعية وأكثر علمية من القديس أوغسطين بشهادة أرنولد توينبي في دراسة التاريخ، في كتابه العظيم دراسة التاريخ. ابن خلدون ذكر هذا في المقدمة لأنه رأى العالم الإسلامي المترامي الأطراف أيها الإخوة، المنداح الجنبات، يتقطع ويتمزق يتشظى، وبتعبير عبد الرحمن ابن خلدون رحمة الله عليه، كأن الله آذن بطي البساط، شعر كأن بساط هذه الأمة يطوى. ولاحظ ابن خلدون بالذكاء، وهو المتوفى في أول القرن التاسع 807 أيها الإخوة للهجرة، أن الآخر الغربي الأوروبي بالأمس الفرنجي الصليبي بدأ يتقدم وينهض. لاحظ هذا ابن خلدون وسجله بذكاء أيضا. والسؤال الآن: هل نحن بخير؟ أبدا لسنا بخير. معروف وضع الأمة العربية اليوم، وضع الأمة الإسلامية، لكن لماذا لا نرى لدينا حسا مرهفا بالتاريخ؟ عجيب هذه النظرية، نظرية صحيحة دقيقة، كل دارسي التاريخ يقرر في العصر الحديث يقررونها، يصادقون عليها، ما بالها لا تنطبق على الأمة؟ لماذا لا تنطبق علينا؟ أنا أقول لكم لماذا. لأن الذين أرادوا وأريد لهم أن يتصدروا المشهد وأن يقال هم دعاة الخير في هذه الأمة، وهم الذين يجب أن تستعيروا عقلهم ورأيهم ومنظورهم في الفهم والانطلاق والسلوك، هؤلاء جماعة مغفلين ببساطة،
لا علاقة لهم بالتاريخ ولا بدرس التاريخ، وأعجز من أن يفهموا التاريخ أصلاً. تعرفون لماذا؟ لأنهم يحرمون دراسته أصلاً، ويفتون بوجوب إعدام وثائقه وبيناته. يجب أن تعدم وتطوى، ممنوع أن تظهر للناس، ممنوع أن تدرس، ممنوع أن تحقق. شيء غريب، ألم أقول لكم؟ هذه أمة غريبة تفكر على نحو غريب جداً، ليس لها نظير أيها الإخوة في هذا التيه والضياع. هذا يقلق، يقلق كل مفكر وكل مثقف حقيقي أيها الإخوة، لا يجد له نظيراً. طب لماذا أيضاً؟ السؤال هذا ليس الجواب هذا ليس كافياً. لماذا كان الأمر على هذا النحو؟ تعلمون لماذا؟ لأنهم لا يشعرون ولا يعلمون، لا يشعرون بحجم انحطاطهم. لا، الأمة ليست منحطة إلى تلكم الدرجة التي تظنون. الأمة في صحوة ممتازة، طالما تحجبت النساء أو انتقبنا والتحى الرجال وأموا المساجد وأخذوا المساويك وحافظوا على الشعائر والطقوس وسبحوا بحمد السلطان، الأمة ممتازة. ليس بينها وبين أن تصبح كجيل الصحابة إلا خطوات يسيرة. هذا هو مشروعكم؟ هذا مشروعنا. هكذا هم يعرضون، هذا هو مشروعنا. ماذا تحبون أكثر من هذا؟ تعرفون لماذا أيضاً مرة أخرى؟ لأن هؤلاء غائبون ومغيبون، ضائعون مضيعون. هؤلاء لا علاقة لهم بالعالم الآخر، هؤلاء لا يرون كيف يعيش الناس، كيف يفكر الناس. حتى الأجيال، الأجيال الشابة الآن من الشباب والشواب في الأمة العربية الإسلامية، هؤلاء لا علاقة حقيقية لهم بهم، لا يعرفون كيف يفكر هؤلاء، لا يعرفون العالم الوسيع المنداح الذي انفتح عليه أبناؤنا وبناتنا في الفكر والأدب والثقافة والفن والسياسة، لا يعرفون.